السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم صاحب الكرة ودي الحلقة الثانية النهاردة بفضل الله ويعني حلقة مهمة جدا زي ما قلت لكم في الحلقة اللي فاتت برضو الحلقة اللي قبل دي كانت مهمة جدا وإن شاء الله هندر كمان حلقة بعد دي أهم وأهم وأهم الغندور يستفز الأهلوية مهزلة أو مهزلة تحديد المتأهلين للبطولات الإفريقية وكارثة نهائي دوري أبطال إفريقيا بصوا يا جماعه تعالوا الاول نقول بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله واللي مش مشترك في القناه ينزل يشترك في القناه ويتابع كل الاخبار الحصريه اول باول وكل تحليلات المباريات. موضوع تحديد المتاهلين للبطولات الافريقيه ده الدوري المصري ده قصه عايزين نتكلم عنها وموضوع كارثه, كارثة نهائي دوري ابطال افريقيا قصه كبيره جدا وموضوع الغندور استفز الاهلاويه دي قصه ثانيه خالص. مع حفظ للجميع قبل ما نتكلم عن اي حد في الفيديو ده. خالد الغندور طبعا انتوا عارفين انه مؤخرا كان حاول يهدي الريتم شويه ويهدي اللعبه شويه ضد النادي الاهلي بعد ما النادي الاهلي قدم شكوى فيه للاعلام وايضا عمل طلب احاطه في مجلس الشعب. هو هدى اللعبه خالص ولكن برضه يعني مش قادر يبطل اللي كان بيعمله. فبقى يحط السم في العسل وبقى ينزل بوستات تحمل اكثر من معنى وبوستات مضمونها مستفز وليس ظاهره. الاول كان ظاهرها مستفز دلوقتي مضمونها مستفز نزل بوست وقال لك في رمضان الزمالك كسب كل العاب الصلاه في رمضان الاهلي آه آه عفوا الزمالك بتصدر جدول الدوري وكل عيد وانتم طيبين او عيد سعيد عليكم طبعا الناس خدتها بمفهوم ان هو بيقول في رمضان زي عمرو مصطفى ولكن لما تخش تتفرج على الكومنتات هتعرف المقصد دخل حد من ال يعني الـ الناس المتابعين لخالد الغندور واعتقد ان هو حد موجود في قناه نادي الزمالك او من الضيوف اللي بيطلعوا قناه نادي الزمالك وقال له ايه؟ قال له ده يدل ان بطولاتنا حلال ودخل حد تاني قال له عشان عفاريت موسيماني مش موجوده محبوسه او شياطين موسيماني محبوسه. فخالد الغندور دخل علق على قال له عشان بطولاتنا حلال قال له الحمد لله يعني هو راضي بالكومنت وراضي بان اللي كتب له عشان بطولاتنا حلال بكده. طب ده يدل على ايه؟ ان لو الخصم بطولاته ايه؟ حرام. بص يا جماعه انا ممكن احط لك السم في العسل واقول لك كل المعلومات اللي انا عايزها من غير ما اوجه لك كلام، ولو انت خدت كلام على نفسك اجي اقول لك ايه؟ هي مش على مقاسك بس لو كانت على مقاسك البسها عارف اللي هو الكلام ده ومش مقصوده اللي على راسه بطحن يحسس. طب انا زملكاوي وانت بتتكلم عن الزمالك والحمد لله مش على راسي بطحن انت بتتكلم عن الزمالك. فعرفت ازاي وحسيت ازاي خدت بالي ازاي انت بتوجه كلام بصيغه معينه لحد معين بس من غير ما اقول ما انت برضه فيك نفس القصه نفس الصفه نفس الداء يعني ايه الزمالك خد كل البطولات في رمضان والعاب الصالات في رمضان ومش عارف ايه والكلام ده كله ما تقول الف مبروك الزمالك خد كل البطولات خد كل بطولات العاب الصالات وقول الحمد لله الزمالك متصدر الدوري ايه لازمتها في رمضان وواحد يكتب لك عشان بالحلال تقول له الحمد لله ان هي إيه مش عارف ولا الحمد لله اللي هو يعني عشان هي إيه حلال وهكذا ملهاش لازمه بقى والله ما ليه لازمه جو الاستفزاز ده والله ما ليه اي 30 لازمه ما نتكلم عادي بالمنطق وبالاحترام وبالادب والناس كلها تحبنا وتقدرنا وفي الاخر لما حد بيجي يهاجم بتزعل ليه انا ما انا ما اعرفش والله بهزال التحديد المتاهلين للبطولات الافريقيه أه طبعا رئيس رابطه الانديه طلع امبارح واتكلم عن موضوع تحديد المتاهلين للبطولات الافريقيه من الدوري المصري وقال يعني او فجر قنبله كده قال ايه قال ان المتاهلين هيتم تحديدهم في 30 يونيو مش تقريبا اللي انا فاكره 30 يونيو حاجه كده اللي هو انتهاء الدور الاول يعني وقالك أه وقال لك ان في يعني بند في اللائحه بيقول ان من حق اتحاد الكره او ربط الانديه ان هي تحدد المتاهلين للدوريات الافريقيه او او البطولات الافريقيه قال لك بعد انتهاء الدور الاول وده عشان كده احنا قلنا الاهلي يلعب مؤجراته كلها يخش الدور الثاني قال لك عشان خاطر كل فرقه تكون لعبه 17 ماتش وكل الفرق متساويه مع بعضها ونقدر نشوف مين الاربعه الاوائل اول اتنين يخشوا دوري ابطال افريقيا الموسم الجديد والاثنين اللي وراهم يخشوا الكونفدراليه. خلينا نتكلم بمنطقيه شويه. هو مفيش حل تاني اصلا في التحديد غير ده. ليه؟ لان انت متاخر عن الدوريات الافريقيه. والدوريات الافريقيه المفروض ان هي بنهايه الموسم ده هتحدد اللي هي يعني هتحدد البطل والوصيف وهكذا. انت الموسم بتاعك هيخلص 30 اغسطس او بعد 30 اغسطس بشويه، اول اسبوع في 9 مثلا او اول 10 ايام في 9. هيخلص ساعتها. طيب. هيكون كل ده خلاص خلص وكله اتحدد والدنيا بدات فقال له الموسم القادم قال له مفيش تقليص لعدد الانديه خلاص قال له لكن الموسم القادم هنحاول نخلص الدوري على شهر سبعة واللي وراه هنمشي تقريبا في في خمسه في اخر خمسه او اول سته اللي هو مع معظم دوريات العالم ان شاء الله ونظبط دنيتنا كلها من الاول الموضوع سلاح ذو حدين هو اه مفيش حل غير الوضع ده ان خلاص هو هنقفل على كده لكن اللي انا عايز اقوله من وجهه نظر يعني لو كان الدوري عندنا ماشي بنظام ما كانش ده كله حصل لو حد يجي يقول لي يا عم احنا لسه هنتكلم على زمان طب لو كان لسه ماشي حتى او السنه دي الدوري ماشي بنظام ان كل الفرق بتلعب مع بعض والمؤجرات بتتلعب على طول ما كانش ده حصل حد يقول لي يا عم مش هيتصلح الحال هاجي اقول لك احنا خدنا وعود كتير جدا من اتحادات الكرة السابقة وخدنا وعود كتير جدا من, من, من كل حاجة في تخص في 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 الكرة المصرية من اتحادات الكرة ومن المسؤولين عن الاتحاد وهكذا وايضا يعني اه خدنا كلام كتير جدا وايضا رابطه الانديه السنه دي خدنا منها كلام كتير وطلعوا قالوا في الاول لن نؤجل اي مباراه مهما حدث واجلوا الفرق مش عارف بين المباراه المحليه والثانيه ثلاث ماتشات والمحليه والافريقيه اربعه وشفنا حاجات تانية مش عارف ايه بص انا بص خل. انا مش من النوع اللي بقعد اعد اقول في يوم كذا حصل كذا الساعه كذا انا بتكلم في المجمل ما بقعدش انا امسك قلم ورقه لحد ولكن الموضوع يبقى كارثه في ايه ان نفترض نفترض جدلا الاهلي جه لعب مؤجلات ورا بعض وكانت اللعبة مرهقه وخسر مثلا ماتشين مثلا فبقى مركز ثالث يعني لسه دورهم ما كلش الاخر والزمالك فضل اول وبيراميدز صعد ثاني مثلا مثلا انا بتكلم من كل الفرق زي بعض ودخل مثلا فيوتشر بقى هو الرابع فكده الاهلي وبيراميدز او الزمالك وبيراميدز بقوا في دوري ابطال افريقيا والاهلي وفيوتشر بقوا في الكونفدراليه انت بتهرج ده لسه في دور كامل تاني تحدد فيه طب السؤال برضو اللي بطرحه على الناس اللي فاهمه في اللوائح امتى اخر ميعاد لتسجيل الفرق اللي يعني او او لارسال الفرق المتاهله للبطولات الافريقيه للكاف انا بقول ان يتم ارسال البطولات او الفرق المتاهله للبطولات الافريقيه للكاف في نهايه الميعاد بالظبط ما حضرهاش من قبلها ممكن يكون في نهايه الميعاد ده مثلا احنا وصلنا للماتش رقم 20 او للجوله رقم 22 ادي فرصة اكبر للفرق لكن من نص الموسم انا عينت خلاص هم مين الكسب يا عم نفترض الزمالك وقع الثلاث ماتشات الجايين ولا ماتشين جايين والاهلي وقع اتنين وبقى الاول مثلا بيراميدز وتحتيه فيوتشر والزمالك والاهلي الثالث والرابع يبقى فيوتشر وبيراميدز هم اللي يخشوا مع احترامي للجميع يعني هم اللي يخشوا دوري ابطال افريقيا والزمالك والاهلي الكونفدراليه بص يعني مهزله انا انا الموضوع مش داخل دماغي بتلاتة جنيه انا عارف ان مفيش حل غير ده بس الموضوع غريب وصعب لازم ليه صياغه اكتر ونكلم الاتحاد الافريقي انه يصبروا شويه لازم يحصل تدخل مش استسهال اللي بشوفه ده من الاخر اللي عايز اوصله لك استسهال من ربط الانديه موضوع بتاع نهائي دوري ابطال افريقيا يا جماعه في المغرب ده موضوع كارثي يعني 2020 نهائي دوري ابطال افريقيا المفروض كان ان هو يقام في المغرب ولكن حصل مشكله في المغرب فاتنقل يعني هو اصلا كان مقرر انه يقام في المغرب في 2021 اقيم في المغرب في 2022 سيقام في المغرب مع العلم ان احد الفرق الموجوده في نصف النهائي هو نادي الوداد اللي هيلاعب بترو اتلتيكو يعني لو تاهل الوداد يلعب على ارضه وسط جمهوره ومحدش يقول لي الارض هتتقسم بالنص بالنص لان اصلا جمهور الاهلي لما جه يخش مع جمهور الرجاء وهم حاجزين تذاكر كراسيهم اتاخدت وخدوا اماكن بالعافيه حتى الصحفيين ما عرفوش يخشوا. ما حدش يقول لك اسم بالنص بالنص مع كامل احترامي لكل اخواتنا المغاربه والله على دماغي. لكن يا جماعه ده ما ينفعش. 2020 كان في المغرب واتنقل نظرا لظروف معينه للمغرب. 2021 للمغرب 2022 في المغرب. يا جماعه احنا كل اللي بنطالب بيه العدل. يتلعب على ارض محايده وده الصح. المفروض يتلعب على ارض محايده. ارض الأربعة اللي في نص النهائي مش موجودين فيها أو على الأقل الاثنين طرفي النهائي مش موجودين فيها ما ينفعش يا جماعة ما ينفعش والله تاني بكرر إخواتنا وحبايبنا المغاربة وأشقائنا أنا كل اللي بطالب بيه العدل اتلعب في أرض محايدة خالص في تونس بقى في الجزائر في, في, في ليبيا في, في نيجيريا في الكاميرون في أي مكان بس ما تلعبش في نفس الأرض ما كده انت انت اديت امتياز لاحد الفرق المغربيه، لو الوداد صعد اذا ربنا اراد الوداد صعد وان شاء الله اكيد نتمنى النهائي يكون يعني عربي عربي، لو الوداد صعد والاهلي صعد كده انت الدنيا بقت ضرب نار في النهائي، الاهلي مش هيلاقوا مكان يقعدوا، ففي افضليه للوداد. فده مش صح، فلازم يحصل تدخل من الاتحاد المصري لكرة القدم ويحصل نقل للمكان بتاع دوري ابطال افريقيا النهائي. يا اما يرجع زي زمان ذهاب وعوده زي من افريقيا لسه بيتكلم من كام بيقول لك احنا بدنا نرجعه ذهاب وعوده لكن مش هيرجع قال لك ولكن الامر غير يعني مش مش هيمشي من الاخر يعني فدي مشكله كبيره يا جماعه لازم حد الكوره المصري يتدخل فيها ضروري سريعا لان النادي الاهلي المصري هو ممثل مصر وممثلنا جميعا في دوري ابطال افريقيا ما تنساش تشوف الفيديو في اللي ورا ده كمان ان شاء الله واللي قبل ده كان مع اخوك عمرو في قناه صاحب ان شاء الله في فيديو جديد سلام عليكم